صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 33 لسنه 2024 بتعيين مدراء في مكتب رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه يعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كل من السيد عيسى ابراهيم البعركي مديرا لاداره جوده الخدمه الحكوميه السيد شاهين عبد الله المضحكي مديرا لاداره العمليات السيده مريم منصور كزاروني مديرا لاداره المشاريع